الأولى للتلفزة التونسية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الملعب الأولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير، ومنه نحييكم وننقل إلى حضراتكم بعد قليل مباراة الإياب للدور التمهيدي الأخير لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين الاتحاد الرياضي المنستيري والرجاء البيضاوي المغربي، بعد مباراة ذهاب أجريت الأحد الفارط في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء وانتهت بأسبقية هدف مقابل صفر للفريق المغربي. نمشي مباشرة إلى خط التماس وين موجود ذاكر الزرافي. تفضل ذاكر. شكرا ليك توفيق. اسم معروف في كرة القدم التونسية هشام بوشروين، اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي، اليوم في الإطار الفني والإطار التقني كما تقول أخواتنا المغاربة في الرجاء البيضاوي. هشام نتيجة 1-0 بالنسبة للرجاء البيضاوي شوفها كافية للرجاء مقارنة بالمردود اللي قدمه فريق الاتحاد المنستيري مباراة الذهاب. تحية لكم وتحية للشعب التونسي عامة. مباراة صعبة، مباراة مش سهلة، هدف لصفر يعني نتيجة غير مطمئنة، لكن عندنا إمكانيات باش ننتصروا هنا في المنستير رغم صعوبة مهمة. فريق محترم، فريق أدى مباراة جيدة في مباراة الذهاب، لكن حتى احنا عندنا فريق ممتاز، فريق اللي قادر انه ينتصر في المنستير. شكرا لك هشام بوشروين، يعطيك الصحة، وأكيد من نجم نقول لك إن شاء الله بالتوفيق للاتحاد الرياضي المنستيري. توفيق في انتظار التحق بي إن شاء الله بعد لحظات. سي توفيق زعبوب معايا، توفيق زعبوب يكون معايا بعد لحظات مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري الرجاء البيضاوي. ملعب مصطفى بن جنات اليوم لبس حلة مميزة جدا، وأكيد الاتحاد المنستيري يرنو من أجل الترشح للدور القادم في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. توفيق زعبوب، توفيق مرحبا. هشام بوشروين يقول المباراة صعيبة، 1-0 ماهيش كافية بالنسبة للاتحاد المنستيري، كيفاش باش تعاملوا مع النتيجة تأخر 1-0 مباراة الذهاب؟ ايه ماتش تريز امبورتون بالنسبة لتاريخ المستير، دونك نتصور للملاعبين الكل حاضرين ذهنيا بدنيا. ماتش اللي نسيناه، دونك خموا في الماتش هذايا باش نحاولوا نسجلوا ساعة باش نرجعوا في السكور وبعد باجيري، ولكن الماتش ماهوش سهل ضد فريق معتبر، فريق الرجاء اللي يملك عدة عناصر طيبة، ولكن زاد الاتحاد المنستيري عازم كل العزم انه مش يخرج بنتيجة ايجابية، وهذا المساج اللي يوصل للملاعبين. الملاعبين يسون موتيفي، يحبوا يفرحوا المساترين الكل، يحبوا يفرحوا الجماهير التونسية الكل بالاداء والنتيجة ان شاء الله. فالجرينتا موجودة، القلب موجود، رست سور لتيرا، نحاولوا مش نكونوا رزان، ما نتخمروش، ردوا بالنا من لي كونتر نتاع الرجاء، هذا لو بلوز امبورطون. مي الاصرار موجود، هذه الحاجه الباهيه اللي ريت عند الملاعبيه، وهذا اللي يمكن مش يزيد لونجاجمون، هذا مش يزيد يفيدنا، مش يخلينا على الاقل ندخلوا من البدايه نبينوا اللي احنا حاجتنا بالماتش. والفوجيري معنا لي طون فور نتاعنا، نحاولوا مش نسجلوا وقت اللي جينا الفرص، هذا هو اهم شيء. شكرا لك سي توفيق، بالنجاح والتوفيق ان شاء الله للاتحاد الرياضي المنستيري ومثل كره قدم تونسيه، والملامح لنا مباراه الذهاب تخلي يتاكد توفيق انه اليوم الاتحاد المنستيري ان شاء الله يكون في مستوى عالي من اجل تشريف الرايه الوطني. شكرا ذاكر. كلنا الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم من اجل تحقيق الترشح الى دور المجموعات بعد ما فتح الباب النادي الرياضي الصفاقسي البارح في كيغالي العاصمه الروانديه بعد تعادله مع جمعية كيغالي هدف مقابل هدف، وكان انتصر نادي الرياضي الصفاقسي في لقاء الذهاب 4 أهداف مقابل هدف. العاقبة اليوم إن شاء الله للاتحاد الرياضي المنستيري المأجل تدارك طبعا نتيجة الذهاب هدف مقابل صفر تقدم بها الفريق المغربي. طبعا يرافقني في الوصف والتعليق وأنا سعيد جدا بوجوده معي لطفي خالد. مرحبا لطفي. تحية ليك توفيق، تحية لمشاهدينا الكرام. الصور تأتيكم من ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، دعواتنا توفيق بالحظ والنجاح والتوفيق أيضا للاتحاد الرياضي المنستيري من أجل المرور لدور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي. إن شاء الله الانتصار اليوم والمرور لدور المجموعات إن شاء الله. طبعا الاتحاد الرياضي المنستيري قاعد يكتب في التاريخ، وإن شاء الله طبعا يواصل المسيرة، إن شاء الله الحلم يكتمل في المنستير بإدراك دور المجموعات، ولما لا مزيد الذهاب في هذه المسابقة اللي يدخلها الاتحاد لأول مرة في تاريخه. نذكر الاتحاد الرياضي المنستيري كان أزاح في الدور الأول فريق فاسيل كينيمان الأثيوبي، انتصر في المنستير 2-0 وانهزم في أثيوبيا 2-1، ثم أزاح العملاق الليبي أهلي طرابلس 2-0 في المنستير و 0-0 في القاهرة في مصر، واليوم يواجه عملاق إفريقي آخر اللي هو الرجاء البيضاوي المغربي. ولكن ما يصعبش على الاتحاد الرياضي المنستيري اللي قدم أوراق اعتماده منذ المقابلة الأولى وأثبت جدارته بأنه من الفرق
الفرق القادرة على التألق في هذه المسابقة الإفريقية. وطبعا كما قلت لطفي اليوم كلنا الاتحاد الرياضي المنستيري، كلنا الاتحاد الرياضي المنستيري هذا اليوم هنا في ملعب مصر بجنهات بالمنستير. هذا هو فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، مباراة ممتازة اللي قدمها الاتحاد في مباراة الذهاب في ملعب كازابلانكا. إن شاء الله اليوم كذلك أولادنا يعملوا مباراة ممتازة أمام الرجاء البيضاوي المغربي والتأهل عن شدارة إلى دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي. بالتأكيد أسبوع بين مباراة الذهاب ومباراة الإياب، الإطار الفني وعلى رأسه طبعا لسعد جردة اشتغل مليح، ركز بالتأكيد على معطيات مقابلة الذهاب بمراجعة شريط هذا اللقاء، نقاط قوة ونقاط ضعف الفريق المغربي. نمر لطفي بعد إذنك إلى التشكيلتين نوفي بهم السادة المشاهدين، ونبدأ بالفريق الضيف، ضيف تونس، ضيف المنستير، فريق الرجاء البيضاوي المغربي. أنس زديتي في المرمى، رقم 7 وائل السعداوي، 8 سند الورفلي، 16 عمر عرجون، 17 زكريا الوردي، 18 عبد الإله حفيظي، 20 عبد الجليل جبيرة، 21 سفيان الرحيمي، 24 مروان حظودي، 25 عمر بوطيب، و28 انجيتا بن مالانجو. احتياطي الرجاء أمير الجداوي كحارس مرمى احتياطي، معه فابريس نجوما، أسامة سخان، إلياس حداد، محمد أزريدة، محمد المقاسي وعبد الإله مذكور. يدرب الرجاء جمال السلامي ويساعده اللاعب المغربي الدولي السابق اللي سبق له أنه لعب في تونس في صفوف الترجي هشام أبو شروان اللي كان مع ذاكر قبل طبعا انطلاق المقابلة. بالنسبه لتشكيله الاتحاد الرياضي المنستير، البشير بن سعيد في حراسه المرمى، زياد المشموم، فهمي بن رمضان، محمد الصغراوي، فادي العرفاوي، معتصم صبو، حسام تقاب، الياس جلاسي، روجي اويلو، علي العامري وداغو تشيمبابا في الهجوم. على بنك البدلاء في حسابات المدرب لسعد جرده، نور الدين فرحاتي حارس مرمى الثاني، عامر العمراني، الجونيور مبيلي، ادريس المحيرسي، عزيز حمدي، حكيم تقا، وهيكل اشيخاو. طبعا طاقم تحكيم جزائري يقود هذه القمة المغربية، لقاء الأجوار بين الاتحاد المنستيري التونسي والرجاء البيضاوي المغربي بقيادة مهدي عبيد شارف، مساعده الأول محمد السراج، المساعد الثاني إبراهيم الحملاوي، الحكم الرابع الياس بوكواسا، ومراقب المباراة السوداني الفتيح أحمد بني أبو بكر. إذن نجم نقول لقاء عربي، عربي بروح إفريقية. لطفي زوز فرق عربية، طاقم تحكيم جزائري ومراقب سوداني في أجواء مغربية عربية في هذا الدور الأخير قبل بلوغ دور المجموعات، وبالتأكيد غدوة باش تصير عملية القرعة بالنسبة لتصنيف مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي. وإن شاء الله طبعا الاتحاد الذي منستيري إلى جانب النادي الذي صفاقسي والنجم الذي الساحلي يكونوا موجودين في دور المجموعات بإذن الله. هذا حارس مرمى الرجاء البيضاوي المغربي أنس الزنيتي، وحكم المباراة الجزائري مهدي عبيد شارف، وهذا ولدنا البشير بن سعيد. دعواتنا بالحظ والتوفيق للاتحاد الرياضي في المنستير، ان شاء الله الجال اليوم على ارضيه الميدان ان شاء الله ينورونا، ان شاء الله المرور لدور المجموعات كلنا اليوم الاتحاد الرياضي المنستير من اجل المرور لدور المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي. بالتوفيق وبالنجاح. اذا لحظات وسيعطي الحكم الجزائري مهدي عبيد شرف امامنا على الصوره اشاره انطلاق هذه المباراه جوله الاياب للدور الاخير لتصفية كأس الاتحاد الافريقي هنا في الملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير بين الاتحاد الذي منستيري وضيف الرجاء البيضاوي المغربي. فريق الرجاء طبعا منقوص من القيدوم محسن متولي المصاب، إضافة إلى صاحب هدف لقاء الذهاب محمود بن حليب اللي طبعا يتخلف لأسباب صحية بعد الإصابة اللي تعرض لها. في المقابل الاتحاد الذي منستيري تقريبا بتشكيلته المثالية، عامل مهم جدا طبعا يدعم حظوظ ممثل كرة القدم التونسية في تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي، خاصة بعد اللقاء الممتاز اللي قدمه الاتحاد الذي منستيري في جولة الذهاب على أرضية مركب محمد الخامس.
بمدينة الدار البيضاء، أعطى انطباع الاتحاد في تلك المباراة على أنه طبعا يدافع على حظوظه بكل ما أوتي من أجل الذهاب بعيدا في هذه المسابقة الإفريقية التي يدخلها لأول مرة طبعا بعد دخول التاريخ على المستوى التونسي بتتويجه بكأس الزعيم الحبيب بورقيبة في نهاية الموسم الفارط، إضافة إلى إنهاء الموسم الفارط في مرتبة ثالثة. بالتأكيد نجاحات تتراكم للاتحاد الذي مونستيري حتى على مستوى البطولة بالنسبة لهذا الموسم. في الخمس مقابلات الأخيرة الاتحاد الذي مونستيري انتصر في 4، تعادل في 1، استعاد كامل توازنه، استعاد طبعا كامل تألقه بعد ما كانت ربما البداية صعبة في مستهل الموسم. نجح الاتحاد الذي مونستيري في تحقيق التدارك، وتزامن هذا طبعا مع المسابقة الإفريقية التي نأمل أن يتوج في نهايتها الاتحاد الذي مونستيري بالنسبة لمباراة اليوم بالترشح وبالعبور إلى دور المجموعات في كأس الاتحاد الإفريقي. وإن شاء الله طبعا كما قلنا الحضور يكون ثلاثي على المستوى التونسي بعد النادي الرياضي الصفاقسي، الاتحاد الرياضي المونستيري والنجم الرياضي الساحلي. مازال طبعا الحكم بصدد إتمام بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذه المباراة. تحية تصلكم من كامل أفراد الفريق التقني اللي أمن هذا النقل التلفزيوني المباشر من مدينة المونستير، ومخرج المباراة فيصل قويعة. صورة تونس وصوتها حيثما تصلكم معها، نتمنى ونرجو لكم أحلى وأمتع الأوقات على قناتكم الوطنية الأولى للتلفزة الوطنية. يرجع الحكم إذن مهدي عبيد شارف إلى دائرة منتصف الميدان، يستعد طبعا لإعطاء إشارة انطلاق هذه المباراة، المباراة المنتظرة، القمة المنتظرة، الدربي المنتظر بين الاتحاد والرجاء، بين فريق طبعا طموحاته كبيرة يدخل بهم في هذه المسابقة، وبين فريق لطفي خبير بالمسابقات الإفريقية وقدمه راسخ الرجاء في هذا المجال. المهم الثقة في النفس بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري، يعملوا مباراة كمباراة الذهاب، وإن شاء الله اليوم يكونوا موجودين في دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي. ردوا بالنا من فريق الرجاء البيضاوي المغربي، أكيد الخبرة، تتويجات، فريق عملاق، فريق يصل إلى فينال كأس العالم للأندية مع ابن المونستير فوزي البنزرتي. ردوا بالنا من هذا الفريق، وإن شاء الله ثبت به وسقينا على القاع. وتقسيم الوقت المباراة هام جدا في حسابات المدرب الأسعد جردة، باش يمشي به لبر الأمان، يمشي به لدور المجموعات في موسم ممتاز للاتحاد الرياضي المونستيري. احنا عنا ثقة اليوم في ولادنا، اليوم البشير بن سعيد المشموم بن رمضان الصغراوي العرفاوي سبو إتقاج لاسي، واحد من اللاعبية اللي ممكن يركز عليهم الاتحاد الرياضي المونستيري اليوم. مفتاح الانتصار ممكن يكون ياسر الجلاسي اليوم وبقية زملائه، أويلو علي العامري وكذلك تاجو في الهجوم. مؤكد عنصر اللحمة، وملاحظة مهمة لطفي لابد باش نسوقها في بداية هذا النقل، نفس التشكيلة اللي لعب بها الاتحاد لقاء الذهاب في الدار البيضاء هي نفسها موجودة اليوم. يعني الحمد لله ما ثمش إصابات، ما ثمش عقوبات، يعني كامل الرصيد على ذمة المدرب لسعد جردة ومساعده توفيق زعبوب، والأكيد طبعا أسبوع من التحضيرات، من التركيز، من التحفيز من أجل تجاوز عقبة الفريق المغربي. مؤكد أنه لقاء الذهاب النتيجة اللي يوفى عليها تفتح الأفاق وتفتح أبواب الأمل أمام ممثل كرة القدم التونسية من أجل تحقيق التدارك. 1-0 أسبقية الرجاء، ما تصعبش على الاتحاد الذي مونستيري باش يدركها، وبالتأكيد مع ضرورة طبعا تسجيل الأهداف الاحتياط في المناطق الخلفية، لأنه فريق الرجاء البيضاوي يملك خط هجوم فيه لاعبين يتكاملوا برشا، فيه لاعبين عندهم سنوات يلعبوا مع بعضهم، يعتمد الكرات القصيرة، وهذا طبعا لسعد جردة أخذ له كل الاحتياطات على مستوى طبعا التغطية الدفاعية والتنظيم الدفاعي بالنسبة للاتحاد الذي مونستيري حتى يتجاوز عقبة منافسه المغربي ويمر إن شاء الله إلى دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي. ننتظر انطلاق المباراة هنا في ملعب مصر بجنات بالمونستير. هذا مدرب الاتحاد لسعد جردة، نجاحات بالجملة مع الاتحاد الرياضي المونستير، إن شاء الله موفق هذا اليوم أمام العملاق الرجاء البيضاوي المغربي. يلزم الردو بيننا كذلك من أبرز ملاعب عبد الإله الحفيظي، واحد من آليات القوة بالنسبة للرجاء البيضاوي المغربي. بعض الأمور التنظيمية، وهذا مدرب الرجاء البيضاوي المغربي جمال سلامي موجود على بنك البدلاء. إن شاء الله زينا اليوم، إن شاء الله الاتحاد اليوم ينورنا على أرضية ميدانه للمرور لدور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي. وفي غياب الجماهير لأسباب معلومة طبعا، جماهير الاتحاد الذي مونستيري
ضربت بسهم صائب قبل هذه المباراة باقتناء تذاكر دعم، وكأنها ستكون طبعا موجودة في المدارج، اقتناء تذاكر دعم تشجيعا وتحفيزا وشحذا لهمم اللاعبين والفريق ككل في هذه المباراة. ومرة أخرى طبعا جماهير الاتحاد الذي منسيري تؤكد وفائها وحبها لفريقها رغم غيابها اليوم بالتأكيد أمام شاشة التلفزيون يتابعون المباراة. وإن شاء الله طبعا الخبر السار يأتي اليوم من أولمبي مصطفى بن جنات، اليوم إن شاء الله الكأس الإفريقية تبتسم للاتحاد الرياضي المنستيري. هذا ما نتمناه إن شاء الله اليوم بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري، المرور لدور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي وإزاحة العملاق الرجاء البيضاوي المغربي. ما خوفناش اليوم الرجاء، اليوم أولادنا عنا ثقة فيهم، أولادنا ثابتين إن شاء الله يعملوا مباراة كبيرة. ننتظر انطلاق المباراة، بعض الأمور التنظيمية، هذا الكابيتان وزياد المشموم كذلك لاعب الخبرة يعطي في الإضافة بالنسبة للاتحاد الرياضي المنسيري، إلى جانب كذلك فهمي بن رمضان في الدفاع الصغراوي وفادي العرفاوي ومعتصم صبو اللي بإضافة كذلك على مستوى دفاع الاتحاد الرياضي المنسيري. ما نساوش مفاتيح اللعب عند الياس جلاسي حسام أتقا، وإن شاء الله الكرة ثابتة تجي بأقدام علي العمري أو كذلك الوافد الجديد روجي داغو تيمبابا. أكيد كل اللاعبين على تم الاستعداد. لطفي وثم معطى مهم لابد باش نسوقه في بداية النقل، ثم أسبقية معنوية للفرق التونسية على الأندية المغربية، هذا طبعا من العوامل اللي ممكن يعني معنويا ونفسانيا تخدم الاتحاد الذي منسيري. وقت نقول أسبقية معنوية تونسية على النوادي المغربية، بالتأكيد نقول أن الاتحاد الذي منسيري اليوم قادر على تحقيق الانتصار وقادر على تحقيق الترشح رغم أهمية المنافس، رغم قيمة الرجاء، رغم اسم الرجاء، ولكن الاتحاد الذي منسيري في أول مشاركة في أول تجربة إفريقية قادر على تحقيق التألق وقادر على النجاح وقادر على الترشح رغم طبعا صعوبة المهمة. وربما الإقرار بصعوبة المهمة هي نقطة بداية المسيرة الموفقة، وقت اللي تحكي مع المسؤول وتحكي مع اللاعب وتحكي مع الإطار الفني يقر بقيمة المنافس، تعرف أنه هذيك هي المنطلق الأول في تحقيق التميز والتألق في مباراة اليوم إن شاء الله. أخويا لطفي أكيد توفيق، لأنه الإطار الفني بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري سواء لسعد جردة أو توفيق زعبوب خبرة كبيرة، يعرف لأنه يلعب أمام الرجاء البيضاوي المغربي، وشكون هو الرجاء بالسولات والجولات على مستوى القاري، فريق كبير نحترموه، نحطوا سقينا على القاع ونربحوا مباراتنا اليوم إن شاء الله ونمشيوا لدار المجموعات. هذا ما نأمله. طبعا ما زلنا في انتظار قرار الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، الأمور ربما تتعلق ببعض المسائل التنظيمية في انتظار إتمامها، وبالتأكيد المراقب مراقب المباراة السوداني أحمد بني أبو بكر بدوره طبعا قاعد يمارس في صلاحياته كمراقب، ونعرفوا طبعا التدابير والاحتياطات المشدده اللي تاخذها الكونفدراليه الافريقيه، خاصه طبعا في ضوء المعطيات الاخيره المتعلقه طبعا بالكوفيد وضروره احترام طبعا كل ما يتعين احترامه لتنظيم مقابلات تصفيات الكؤوس الافريقيه. ما دمنا في كاس الاتحاد الافريقي، اخر معلومه لطفي في خصوص مباراه اللي كان من المفروض انها تتلعب اليوم الاربعاء متاع العشيه في ملعب طيب الميري بصفاقس بين النجم الرياضي الساحلي ويونغ بوفالوس الاسواتيني، الفريق الاسواتيني لم يصل الى تونس. اخر المعطيات تؤكد طبعا انه الاتحاد الافريقي قرر تاجيل موعد هذه المباراه الى يوم الغد الاثنين في حدود الساعه الرابعه، وبطبيعه الحال هذا طبعا ما ينجم يكتمل كان بحضور الفريق المنافس. على كل موضوع للمتابعه في خصوص هذا اللقاء بين النجم الرياضي الساحلي ويونغ بوفالوس، النجم اللي كان انتصر يوم الاحد الفارط في لقاء ذهاب بهدفين مقابل هدف. ما زلنا طبعا في انتظار اشاره انطلاق المباراه من الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف. كل اللاعبين كما قاعد تشوف معناها وكانهم قاعدين يعاودوا في الحركات التسخينيه، طوال شويه التوقيت نتاع انطلاق المقابله، مؤكد ثم معطيات لابد من احترامها، نواميس ولوائح الاتحاد الافريقي،
وثم تركيز لطفي. أكيد ثم أكيد. تركيز بالتأكيد بالنسبة للاعبي الاتحاد، كذلك الشأن بالنسبة للاعبي الرجاء. المهم المحافظة على التركيز من أجل أن تكون البداية موفقة لممثل كرة قدم تونسية. المهم المحافظة على التركيز، نقطة هامة جدا ذكرتها توفيق اليوم بالنسبة لأولادنا الاتحاد الرياضي المناصري. نشاهدوا ما زلنا ننتظر في انطلاق المباراة، مباراة منتظرة، مباراة مرتقبة، مباراة هامة لتاريخ الاتحاد الرياضي المناصري بعد موسم ممتاز اليوم. إن شاء الله من خلال هذه المباراة يؤكد الاتحاد الرياضي المناصري علو كعبه بملعبية جينيراسيون ممتازة، ملعبية جيل هذا ممتاز فعلا خلق التاريخ فعلا. فريق الأحلام من ذهب، فريق الأحلام، فريق الأحلام بكل ما في الكلمة من معنى. واضح توفيق الأولاد هذوما، العناصر هذوما، الفريق هذا كتب التاريخ، تاريخ كبير للاتحاد الرياضي المناصري، وما زال يكتب إن شاء الله اليوم كتابة التاريخ بأحرف من ذهب، أنه سيمر لدور المجموعات من خلال الكبير الرجاء. هذا طبعا ما نتمناه وما نرجوه لممثل كرة القدم التونسية. وقت اللي نحكي على المسيرة الموفقة للاتحاد الرياضي المنستيري لابد أنه نحكي على أسباب لطفي، أسباب النجاح تأمنها هيئة مديرة تخدم في إطار من التكامل والانسجام، يوفرها إطار فني للموسم الثاني على التوالي موجود على رأس الاتحاد الرياضي المنستيري، تكريس مبدأ الاستمرارية، يأمنها كذلك تأمنها انتدابات مستهدفة وذكية ورصينة تستجيب لاحتياجات الفريق، وهذا أمر مهم جدا. يعني ما فماش تكديس اللاعبين، انتدابات لأجل انتدابات، ننتدب كان المركز اللي أنا عندي فيه بالضبط، يعني مستهدفة بالضبط. وثم تطعيم للفريق الأول بعناصر من أبناء النادي من إنتاج الاتحاد الرياضي المنستيري، يبقى أهمهم طبعا لاعب الوسط حسام تقا اللي قاعد طبعا يقدم في مقابلات كبيرة، إلى جانب القيدوم وقائد الفريق زياد مشموم، قلب الأسد فهمي بالرمضان. يعني هناك ركائز، هناك كوادر. كي نتكلم على محور الدفاع نحكي على توأم، نحكي على فادي العرفاوي، على محمد صغراوي، إضافة إلى المعتصم صبو، هذا الثلوث الذي ينسجم كثيرا ويحقق طبعا الأمان لدفاع الاتحاد الرياضي المنستيري. ورغم توفيق خروج الكوادر نوعا ما، بوتو هداف البطولة الموسم الفارط، أكبادو كذلك، موزيس أوركوما نيجيري اللي كان موجود في وسط الميدان ثابت اليوم، ما أثرش هذا بالنسبة لمسار الاتحاد الرياضي المنستيري. حتى البدايات كانت صعبة نوعا ما، ولكن سرعان ما تدارك، لكن بالضبط. سرعان ما أنقذ الموقف لأسعد جردة وكذلك ملاعبية الاتحاد الرياضي المنستيري، والآن في السكة الصحيحة في البطولة. طبعا كما قلت لطفي، معنا في الخمسة جولات الأخيرة الاتحاد الرياضي المنستيري عمل 4 انتصارات وتعادل، مازال تنقص مقابلة باش يكمل مرحلة الذهاب ضد الملعب التونسي يوم الخميس القادم. يعني أرقام الاتحاد الرياضي المنستيري على مستوى البطولة الوطنية أرقام محترمة، رغم كما قلنا معناه ما كانتش البداية يعني بالشكل المطلوب، ولكن سرعان ما تمكن الاتحاد الرياضي المنستيري من تدارك أموره ومن تعديل ما يتعين تعديله واستعادة التوازن بسرعة وتحقيق انتصارات متتالية مكنت الفريق من الارتقاء في الترتيب بالتوازي مع المسابقة الإفريقية. تعرف نسق المقابلات والرحلات الإفريقية، خاصة الرحلة الأولى اللي كانت إلى أثيوبيا بكل ما فيها من مشاق ومن أتعاب، ولكن الاتحاد الرياضي المنستيري سرعان ما تأقلم مع الوضعية الجديدة اللي تحط فيها واستطاع أن يوفق بين هذا وذاك. طال الانتظار توفيق، إن شاء الله ما يكونش عامل سيء بالنسبة لتركيز الملاعبية، ملاعبية الاتحاد الرياضي المنستيري تعرف الخروج من حجرة الملابس مشحونين، حبوا على الأولى الأهداف اليوم، يعني تأخر أكثر من 13 دقيقة عن انطلاق المقابلات. إن شاء الله أولادنا يكونوا مركزين بالباهي. هذا بطبيعة الحال ما نرجوه، لأنه مدة الانتظار طالت. لست أدري شنو القرار اللي ممكن طبعا باش ياخذوا مراقب المباراة بالتنسيق مع طاقم التحكيم، ربما هي بعض الأشياء المتعلقة بالجوانب التنظيمية، هذا طبعا تقريبا اللي قاعدين يعالجوا فيه قبل طبعا ما يعطيه الإشارة للحكم على أرضية الملعب باش يعطي ضربة البداية في هذه المباراة. لمن فاته الاستماع نعاود نذكر لطفي بعد إذنك بالتشكيلتين بالنسبة للفريق المغربي: أنس زنيتي، وائل السعداوي، مسعود سند الورفلي، عمر عرجون، زكريا الوردي، عبد الإله حفيظي، عبد جيل جبيرة، سفير رحيمي، مروان حظودي، عمر البطيب،
نجيتا بن مالانجو احتياطيو الرجاء امير الجداوي فابريس نجوما اسامه سخان الياس حداد محمد ازريده محمد المقاسي وعبد الاله مذكور يدرب الرجاء جمال السلامي ويساعده هشام ابو شروان. بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري تشكيلته على النحو الاتي: بشير بن سعيد، زياد مشموم، فهمي بن رمضان، محمد الصغراوي، فادي العرفاوي، معتصم صبو، حسام التقال، ياس جلاسي، علي العمري، داغوتشي بيمبا وروجي اولو احتياطيو الاتحاد نور الدين الفرحاتي، هيكل الشيخاوي، حكيم تقاع، عزيز حمدي، دريس المحيرسي، جونيور مبيلي وعامر العمراني يدرب الاتحاد لسعد جردة ويساعده توفيق زعبوب. بالنسبة لطاقم التحكيم من الجزائر الشقيقة: مهدي عبيد شرف كحكم ساحة، مساعد أول محمد سراج، مساعد ثاني إبراهيم الحملاوي، الحكم الرابع الياس بوكواسا ويراقب المباراة السوداني الفتيح أحمد بني أبو بكر. طبعا مازلنا معاكم سادتي المشاهدين على قناتنا الوطنية الأولى للتلفزة التونسية في انتظار إشارة انطلاق هذه المقابلة. ونذكر بالنسبة للفرق التونسية طبعا بعد ما كانت البداية البارح مع نادي رضي الصفاقسي بتعادل في كيغالي في نفس هذا الدور في كأس الاتحاد الافريقي وترشحوا بالتالي إلى دور المجموعات، اليوم تتواصل مع الاتحاد الرياضي المنستيري في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية مع الاتحاد الافريقي في خصوص مقابلة النجم ويونغ بوفالوس وفي كأس رابطة الأبطال الافريقية يوم الثلاثاء القادم في الجزائر. الترجي الرياضي التونسي يلعب الجولة الثانية في دور المجموعات، الترجي والمتصدر بثلاث نقاط أمام المولدية، الفريق اللي كان تعادل في الجولة الأولى في مصر أمام الزمالك. كل الحظ والتوفيق للأندية التونسية في هذين المسابقتين الإفريقيتين لطفي. بالفعل توفيق، ما زلنا ننتظر هنا في ملعب مصر الجنات بالمناسير انطلاق المباراة. نذكر مواجهة يبا دور 16 مكرر لكأس الاتحاد الافريقي، هامة جدا المباراة بالنسبة للاتحاد الرياضي المناسيري بعد واحد بلاش للرجاء في مباراة الذهاب، في مباراة كبيرة للأمانة قدمها أبناء المدرب لسعد جردة. إن شاء الله التأكيد اليوم بالانتصار والمرور، هذا هو مدرب الاتحاد الرياضي المناسيري لسعد جردة، إن شاء الله التأكيد اليوم هنا في ملعب مصر بالجنة بالمناسير. كلنا وراء الاتحاد، يد واحدة تونس كل اليوم من أجل المرور. بالنسبة للاتحاد الرياضي المناسير إن شاء الله يفرحنا اليوم الاتحاد بالمرور التاريخي إلى دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي، وهان التوفيق. أعتقد أن المراد ستنطلق بعد قليل. نشاهد في الجزائري أمامكم على الصورة حكم المباراة مهدي عبيد الشارف ينتظر وفي اللحظات هذه ممكن يعلن انطلاق المباراة. هذا الجزائري مهدي عبيد الشارف الحكم الجزائري في اللحظة هذه انطلاق المباراة الهامة المنتظرة المرتقبة. دعواتنا بالحظ والتوفيق للاتحاد الرياضي المناسيري. كرة ترجع من عبد الله الحفيظي، كرة تمشي لعمر العرجون، ترجع لدفاع سند الورفلي، لمسة كرة لزكريا الوردي، التوزيع في العمق، البحث عن مالانجو ومقطوع حذاري من عبد الله الحفيظي فيدي ويزفر الحكم الجزائري مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المنسير. الثواني الأولى إذن في هذه المباراة، جولة الإياب للدور التمهيدي الأخير لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هنا في الملعب الأولمبي مستوى من جنات بمدينة المنستير. الكرة في حوزة حارس الاتحاد البشير بن سعيد، بشير بن سعيد يرفع كرة طويلة، كرة طويلة في عمق الدفاع المغربي، ترجع من الدفاع في المتابعة ثم حسام تقا، ثم ترجع من زياد مشموم، حسام تقا من جديد، حسام تقا يبعد على المراقبة في اتجاه علي العمري ويخسر كورتو. علي العمري يخسر كورتو. علي العمري تمشي رمية تماس بعد تدخل من سند الورفلي لاعب الرجاء البيضاوي المغربي اللاعب الليبي. كل تشكيلة فيها لاعب ليبي بالنسبة للاتحاد الذي منستيري المعتصم صب متوسط الدفاع، وبالنسبة للرجاء سند الورفلي كرة لصالح الاتحاد ممتازة من ياس جلاسي في اتجاه علي العمري، لكن أسبق منه سند الورفلي وعلي العمري. سند الورفلي يرفع كرة طويلة ثم المتابعة من زياد مشموم، يتعدى زياد مشموم في مرة أولى ثم تقطع من الدفاع، ترجع من جانب الفريق المغربي وثم المتابعة من فادي العرفاوي اللي يستعيد مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق الاتحاد الذي منسيري بعد غيبة، يعطي توازن أكثر لدفاع الاتحاد. كرة طويلة وترجع من المعتصم صبو في مرة أولى، مازالت في حوزة الفريق المغربي، توصل للاعب عمر بوطيب، يوزع
وكورتو في المتابعة ثم فادي العرفاوي ثم زياد مشموم بكل كياسة بكل رصانة بكل برود الدم يخرج بالكرة يرفعها طويلة في اتجاه تشيبمبا لكن أسبق منه الدفاع الدفاع المغربي بالمرصاد لحد الآن لعمليات الاتحاد الذي منستيري لحظات الدقائق الأولى ثلاثة دقائق إذن لحد الآن على بداية المباراة التعادل 0-0 هنا في مدينة المنستير بين الاتحاد الذي منستيري والرجاء البيضاوي المغربي كرة لصالح الرجاء عرضية في اتجاه اللاعب عمر بوطيب في اتجاه وائل السعداوي محاولة المرور يتدخل حسام تقافي مرة أولى ثم المعتصم صبو ما زالت الكرة لصالح الفريق المغربي محاولة التوزيع وسهلة في دين الحارس البشير بن سعيد كرة اللاعب عمر بوطيب باش ترجع من حارس الاتحاد الذي منستيري بالتأكيد الهدوء مطلوب المقابلة ما زالت طويلة يعني والاتحاد الذي منستيري قادر إن شاء الله على تجاوز هذه العقبة على تدارك هزيمة الذهاب كرة ذي على الياس جلاسي وثم المخالفة لصالح الاتحاد الذي منستيري الياس جلاسي حافظ على كورتو الياس جلاسي عرضية في اتجاه روجي ثم ترجع من محمد الصغراوي في اتجاه فادي العرفاوي قصير على قائد فريقه زياد مشموم يربح التماس رمية التماس زياد مشموم بعد تدخل من الدفاع المغربي رمية التماس في مناطق الفريق المغربي تتنفذ لصالح الاتحاد الذي منستيري ترجع الفادي العرفاوي محمد الصغراوي عرضية في اتجاه معتصم صبو يطول في اتجاه تشيبمبا داخل مناطق الجزاء ويخرج أنس الزنيتي يعمل التغطية وتمشي الكرة ضربة 6 أمتار في توقيت 4 دقائق لعب إلى حد الآن والتعادل 0-0 هنا في المنستير بين الاتحاد والرجاء دائما 0-0 هنا في ملعب مصطفى جنات بالمنستير إن شاء الله الاتحاد الرياضي المنستير يمر إلى الدورة القادمة هذه كلها بالرأس ترجع لصالح الاتحاد كورة لياس جلاسي كورة ترجع للرجاء البيضاوي عبد الإله الحفيدي كورة لزكريا الوردي تمشي لعبد الجليل الجبيرة يوزع الكورة يبحث عن سفيان الرحيمي مقطوع من جنب دفاع الاتحاد الرياضي المنستير يلا حسام أتقى عنده الكرة حسام أتقى بين زوز ملعبية تمرير من كرة ما تمرش ترجع الكرة لصالح الرجاء البيضاوي المغربي عبد الإله الحفيدي نقطة القوة بالنسبة للرجاء البيضاوي المغربي زكريا الوردي كرة حذاري كرة لصالح الرجاء البيضاوي المغربي وائل سعداوي لمسة كرة لعبد الإله الحفيد عبد الإله يحب يمر والحكم يزفر المخالفة يلزم الردوبيننا من هذا اللاعب أمامكم على الصورة أبرز لاعب في تشكيلة الرجاء البيضاوي المغربي عبد الإله الحفيدي أمامكم على الصورة يربح المخالفة إن شاء الله تمر سلامات على دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري هذا البشير بن سعيد نعول عليك البشير اليوم إن شاء الله تكون أسد في مرمى الاتحاد الرياضي المنستيري عبد الإله الحفيدي أمامكم على الصورة وتوصيات لجمال السلامي مدرب الرجاء البيضاوي المغربي التنفيذ من عبد الإله الحفيدي إن شاء الله تمر سلامات المخالفة على دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري شوف الحوارات داخل منطقة الجزاء شوف سفيان الرحيم كذلك في صعود للمدافع مروان حذودي كرة والتنفيذ هذه كرة بالرأس عالية مرت سلامات هذا سند الورفلي أسعد سند الورفلي يضرب الكرة بالرأس الليبي مرت سلامات على حارس مرمى الاتحاد الرياضي المنستيري يلزم ردوبين يبقى كاليبر كبير الرجاء البيضاوي المغربي إن شاء الله اليوم بذا يمر الاتحاد الرياضي المنستيري وعنده من الآليات أنه يمر عنده مجموعة طيبة للأمانة قادرة أنها تمر لدور المجموعات كورة في اتجاه داغو كورة فهمي بن رمضان يلا يا فهمي التوزيع البحث على علي العامري طويلة الكورة في دين الحارس أنس لازنيتي هذا فهمي بن رمضان كذلك انتظام على مستوى هذه كورة وثقة
كانت من تاغو ترجع للكور، كورة لمالانكو حذاري، برافو عليك، كورة والصعود بالنسبة للاتحاد الرياضي المنصري. يلا يا فهمي، فهمي مطلوبة السرعة، فهمي برمضان، برمضان إلى تاغو تشيمبابا، ومقطوع الكورة من جانب الرجاء البيضاوي المغربي. يلزم الثقة في النفس، يلزم أولادنا يضغطوا منذ البداية، يلزم تعديل مباراة الذهاب واحد بلاش. محمود بن حليب غائب عن هذه المباراة بسبب الإصابة، سحب الهدف الوحيد في مباراة الذهاب. ترجع الكرة بالنسبة للرجاء البيضاوي المغربي، كرة لسفيان الرحيمي مقطوعة من جانب حسام أتقا. يلا يلا، كرة بالنسبة للاتحاد الرياضي المنصري البشير بن سعيد. تبقى النتيجة لحالة صفر مقابل صفر. توفيق إن شاء الله أولادنا في هذا الشوط الأول على الأقل نخرجوا بأهداف. أكيد الهدف مطلوب بالنسبة للاتحاد الذي مرسيري بعد مضي تقريبا 8 دقائق. لعب هذه كرة لصالح الاتحاد، ممتازة، يتعدى زياد مشبوب، التوزيع والدفاع، وش يقول الحكم؟ ما زالت الكرة لصالح الاتحاد، التصويب وتمشي ضربة ركنية. ممتازة العملية عندما يتحرك الاتحاد الذي مرسيري. ثم الحقيقة هاي الإعادة، هاي الإعادة، شكرا للزملاء التقنيين، هاي الإعادة. شوف العرق، لا ثم اللمس، ثم اليد، ثم اللمس، ثم اللمس، ثم اللمس، يعني عط الفهمي برمضان، وكان تقريبا من الحكم، وكان يتعين عليه اعلان ضربه جزاء. صراحه كره تمشي ضربه ركنيه لصالح الاتحاد الذي منستيري، بمجرد انه ضغط الاتحاد ارتبك دفاع الرجاء، كره لصالح الاتحاد، ما زالت لفايه الاتحاد الذي منستيري. الدفاع يتدخل في مره اولى، ما زالت المتابعه من فهمي برمضان، يرجع بالكره للصغراوي، صغراوي صغراوي يرفع كرة طويلة في عمق الدفاع المغربي في اتجاه ياسر جلاسي، لكن تمشي في التماس، رمية التماس لصالح الرجاء البيضاوي المغربي فريق الاتحاد الذي منستيري. لطفي حرمنا من ضربة جزاء واضحة، فعلا فعلا كانت يعني لا لبس فيها، اليد متاع المدافع ويجبد فهمي برمضان، كان ممكن سي فيصل نعود ونشوفه اللقطة، كانت واضحة، ولكن الحكم هاي الإعادة. شكرا فيصل قوية، هاي الإعادة، شوف فهمي برمضان، واليد متاع المدافع كانت واضحة، والحكم أمر بمواصلة اللعب. إذن خيرها في غيرها بالنسبة للاتحاد. لطفي المطلوب بيعطينا حقنا، هذا هو بيعطينا حقنا الحكم، هذا المطلوب منه، لأنه ضربة جزاء واضحة لا غبار عليها، بالتأكيد مهمش أنه كبير الرجاء صحيح، لكن أعطينا حقنا وهي ضربة جزاء. بالفعل توفيق، ترجع الكرة لصالح الاتحاد الرياضي المنصري، والمخالفة للعب الاتحاد أمامكم على الصورة، روجي أويلو يأخذ المخالفة، يربح الديار مع وائل السعداوي مهاجم الرجاء البيضاوي المغربي. يلزم الردو بالنا من الرباعي عبد الإله الحفيظي والسعداوي سفيان الرحيمي وكذلك مالانجو. هذه كرة حسام أتقا بالراس، لمسة روجي أويلو، عبد الإله يفتك الكرة، الصمود من روجي، برافو روجي، يلا يلا يا روجي، وزع الكرة إلى تشيمبابا، ياخذها الحارس، ياخذها الحارس أناس زنيتي، حارس مرمى أمامكم على الصورة، حارس مرمى الرجاء البيضاوي المغربي أنس لازنيتي. الضغط مطلوب من جانب أبناء الاتحاد. هذه كرة ترجع بالنسبة للاتحاد المنصري، علي العامري، كرة هذه كرة ترجع لصالح الاتحاد. يلا يا فهمي، فهمي برمضان، توزيع طويلة الكرة دون متابعة من علي العامري، طويلة عليه للأمانة، هذا فهمي برمضان أمامكم على الصورة. ترجع الكرة من أنس لازنيتي إلى عبد الجليل جبيرة، جبيرة يبحث في العمق عن وائل السعداوي بالرأس، مالانجو حذاري من عبد الإله، عبد الإله الحفيظي، توزيع هذه الكرة، حذاري، مرت سلامات، مرت سلامات، مرت سلامات، يلزم ما نخليوش السباس، يلزم ما نخليوش المساحات، حذاري، كرة هذه كانت 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 ممكن نقبلوا بها هدف، هذه كرة توزيعه في العمق الى وائل السعداوي، حذاري، مرت سلامات، هذا اللي حكيت عليه السعداوي ورحيمي وكذلك عبد الاله الحفيظ، يلزم نضغطوا لكن مع الحذر وكل الحذر في محور الدفاع. ضروره الانتباه من قدره الرجاء على الانتقال بسرعه من الوضعيه الدفاعيه للوضعيه الهجوميه، هذا مهم جدا. الاتحاد المنستيري كيما يهاجم كيما يكون متوازن في مناطقه الخلفيه تحسبا لأي شيء. كرة ترجع لصالح الاتحاد الذي منسيري برمية التماس من فهمي برمضان في مناطق الرجاء، فهمي برمضان، فهمي برمضان يطول في اتجاه تشيبامبا، تشيبامبا محاولة المرور، يقرب الزاوية الركنية ويربح التماس، رمية التماس لصالح الاتحاد الذي منسيري، طبعا فهمي برمضان على طريقته، التماس الطويل
وكأنها ركنية يحاول يربح الميدان ويحط زملائه في وضعية سانحة للتهديف إن شاء الله. فهمي بن رمضان يطلب من زملائه باش يتقدموا أمامنا على الصورة. فهمي بن رمضان يستعد للتنفيذ. التماس الطويل من فهمي بن رمضان في مناطق الفريق الجزائر. أوه تضيع الكرة، تضيع الكرة على تشيبامبا، تضيع الكرة في توقيت 12 دقيقة لعب. تشيبامبا يمر بجانب الهدف الأول. هاي الإعادة، هاي الإعادة، هاي الإعادة. التقاط الكرة ما كانش على النحو المطلوب من كونغولي الاتحاد الرياضي المنستيري، ولكن معليش لطفي هذا الكل هرس لو ضغط للدفاع المغربي. وبطبيعة الحال نقول إن شاء الله الهدف قاعد يسخن. قادم إن شاء الله هدف الاتحاد الرياضي المنستيري، مع الحذر كل الحذر على مستوى الدفاع. يلا الأولاد فرحونا اليوم، يلا الأولاد. المؤشرات إن شاء الله إيجابية، المؤشرات نشاهد في جرينتا كبيرة من ملاعبية الاتحاد الرياضي المنستيري. هذه كرة ترجع لمحمد الصغراوي في محور الدفاع. إن شاء الله ثابت دفاع الاتحاد اليوم أمام هجوم الرجاء. ترجع الكرة، كرة لمعتصم صبو ليبي، رجع لمحمد الصغراوي. ان شاء الله اولادنا ينورونا اليوم، ان شاء الله اولادنا يكونوا ثابتين اليوم. المؤشرات توحي بخير. هذه كوره لمعتصم صبو، هنا البشير بن سعيد. يا تاريخيه المباراه، تاريخيه المباراه هنا في ملعب مصطفى بن جنات بالمناصر، وان شاء الله يكون تاريخ المرور لدور المجموعات. هذه كوره ترجع بالراس ياخذها، كوره مقطوعه من جانب الرجاء سعداوي. سعداوي التمرير مارانجو عبد الاله الحفيظ. برافو روجي، برافو روجي. اويلو هذا المطلوب الآن، الضغط الياس اشلاسي، اشلاسي رجع لفهم بن رمضان. كورة لروجي، روجي ومقطوع الكورة. يلا كورة ترجع لعبد الإله حفيظ التمهيد. هذه كورة حذاري، حذاري، غادي الكورة، غادي الكورة، نحيوها غادي. برافو، برافو الأولاد. هذا المطلوب الآن، الصمود والخبرة وترجع الكورة من جديد. شوف شوف الاستحواذ بالنسبة للرجاء. كما قلت توفيق الانتقال من الدفاع للهجوم بسرعة كبيرة. هذه كورة عملية جديدة للرجاء البيضاوي المغربي. يلا الياس مطلوبة السرعة، الياس الجلاسي يربح الرمية، تماس المطلوبة السرعة في العمليات خاصة في وسط ميدان الاتحاد الرياضي المنسيري. وانتقال الكرة من الدفاع للهجوم مطلوب جدا في حسابات يلزم لسعد جرد. أكيد السرعة مطلوبة لطفي، والتسرع مرفوض. ركزوا نكونوا هادين، وكما شفنا منذ حين تدخل محمد الصغراوي كان وفادي العرفاوي، كان تدخل معناها بكل رصانة بكل هدوء، مرتبكش، عرف كيفاش يقطع العملية ويجنب فريقه ضربة مخالفة في موقع صعب. وهذا طبعا يرجع لامتياز فادي العرفاوي المدافع الممتاز. هذه كرة لصالح الاتحاد. زياد مشموم، زياد مشموم، الحكم يقول ما فما شيء. ترجع لصالح الفريق المغربي. يحاول الاتحاد الذي منستيري باش يضغط على الرجاء في مناطقه. يخرج الرجاء بالكرة في اتجاه وائل السعداوي، يخسرها، تمشي رمية تمسي صالح الاتحاد. سرعة من فهمي بن رمضان لتشيبامبا، تشيبامبا محاولة المرور، تشيبامبا أمامه المدافع مروان حظودي، يرجع بها الأنس الزنيتي. المتابعة مازالت لصالح الاتحاد الذي منستيري. حسام تقا، حسام تقا في اتجاه زياد مشموم، محاولة المرور لكن ما يفهموش عن العمري. ترجع من دفاع الرجاء البيضاوي من سند الورفلي، كرة لصالح الرجاء عن طريق زكريا الوردي. تبادل كرة بين لاعبي الرجاء والاتحاد الذي منستيري. طبعا دفاعه واقف ومتفطن عن طريق المعتصم صبو. توصل الكرة فهمي بن رمضان، فهمي بن رمضان لعلي العمري، ما يخش الكرة علي العمري، ما يخش الكرة، سهلة عند الدفاع المغربي. تخرج الكرة من مناطق الفريق المغربي لكن الاتحاد يضغط عن طريق المشموم. ثم تبادل كرة في اتجاه اللاعب عمر عرجون، عمر عرجون، والحكم يؤمر بضربة مخالفة لصالح الفريق المغربي. يتحدث مع روجي أولو، وضربة مخالفة لفايت الرجاء البيضاوي المغربي، لفايت اللاعب عمر عرجون. أمامنا روجي اللاعب الإيفواري للاتحاد الذي منستيري، قاعد يقدم في مستوى جيد لحد الآن بعد مضي 16 دقيقة في هذا الشوط الأول. دائما التعادل 0-0 هنا في المنستير في أولمبي مصطفى بن جنات بين الاتحاد والرجاء، على أمل أن يأتي الهدف، الهدف اللي طبعا يرجع المباراة إلى نقطة الصفر. نفسخ ونعاود من جديد، على أمل أن الاتحاد الذي منستيري إن شاء الله طبعا يسجل أهداف أخرى من أجل إدراك حلم العبور إلى دور المجموعات
في أول مشاركة قارية للاتحاديين، وفي الاتحاد قوة بالتأكيد، انسجام تكامل وتفاهم بين مختلف مكوناته، وذلك من أسرار نجاح هذا الفريق لطفي. هذا المطلوب توفيق كرة للبشير بن سعيد. هذا جمال السلامي كان موجود على الصورة، مدرب الرجاء البيضاوي المغربي، كرة في دفاع الاتحاد الرياضي المناسيري، كرة لحسام أتقى، الضغط من عبد الإله الحفيظي، كرة لياسر الأجلاسي، خدوات حسام أتقى، هذه كرة ممتازة بالنسبة للاتحاد. يلا أجلاسي، لمسة إلى فهمي بن رمضان، يلا بن رمضان، التوزيع، كرة المتابعة من علي العامري، لكن متفتن المدافع مروان حدودي الى حارس مرمى سند انس السميتي، ترجع الكره حدودي لحارس مرمى مع الضغط من تشيمبابا، هذه كره مالانجو، كره ترجع لروجي اولو، الحكم ماذا يقول؟ الجزائري مهدي عبيده شرف، حكم يقول المخالفه للفريق المغربي. هذه الاعاده من جديد، والفما رفع ساق من لاعب الاتحاد الرياضي المناسبي، سامحك الله سيد الحكم، كان ضربه جزاء للامانه واضحة للعيان، واضحة للعالم، للاتحاد الرياضي المناسيري. أعطينا حقنا هذا المطلوب، أعطينا حقنا هذا المطلوب. هذه كرة والمخالفة بالنسبة للرجاء البيضاوي المغربي، مروان حدودي في يصعد في تنفيذ المخالفة، كرة لعبد الإله الحفيظي إلى عمر العرجون، خدوهات الحفيظ عنده الكرة مقطوعة من جانب الاتحاد الرياضي المناسيري، وبذكاء برافو فهمي بن رمضان يربح حرامي التماس، التنفيذ فهمي بن رمضان، هنا داغو، داغو تضرب في ظهر الكرة وتخرج، الرمي التماس للرجاء البيضاوي المغربي. هذا الكونغولي المهاجم الوافد الجديد بالنسبة للاتحاد الرياضي المناسيري، 23 سنة، متر 90، لعب في اليوبار الكونغولي، كذلك بريميرو دو أغسطو الأنغولي وأولمبيك خريبكا المغربي. إن شاء الله الإضافة منتظرة من هذا اللاعب، إن شاء الله اليوم، إن شاء الله اليوم أهدافه تكون في مرمى الرجاء البيضاوي المغربي. كرة والمخالفة يجيبها داغو، والمخالفة هذا لسعد جرد عصاب، تركيز كبير، مدرب مركز كما يلزم على المباراة، يلزم النصائح متاعك، يلزم تعطي أكلها على أرضية الميدان للملعبية. إن شاء الله يفرحون أولادك اليوم، أولادنا الكل، الاتحاد الرياضي المناسيري. الياس الجلاسي في التنفيذ، الياس الجلاسي في تنفيذ المخالفة بالنسبة للاتحاد، الياس، 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 هذه كرة، هذه كرة مقطوعة من دفاع، هذه كرة مقطوعة من دفاع الرجاء البيضاوي المغربي. عاود من جديد، ميسالش نصبروا على أهداف، ميسالش، المهم الثبات، المهم الإنجاز، المهم الجرينتا، المهم الروح والقليب والعطاء وبكبير، والمهم كذلك اعطى حق الجماهير اللي وراك. بالتأكيد كلنا، كلنا توفيق للاتحاد الرياضي المناسيري، كلنا الاتحاد يفرح إن شاء الله. طبعا هذا ما نأمله وهذا ما نترقبه من الاتحاد في الواقع، لأنه عندنا ثقة كبيرة في فريق الاتحاد الذي مناستيري. تتنفذ رمية التماس الطويلة داخل منطقة، ترجع الفهمي، يوزع فهمي، يدخل الدفاع في مرة أولى، مازال الضغط من جانب الاتحاد الذي مناستيري، مازال الضغط من جانب الاتحاد الذي مناستيري. ممتاز، ممتاز، مشموم يستميت زياد مشموم على هذه الكرة وتنتهي لصالح الفريق المغربي. قلت روح قتالية عالية جدا من لاعبي الاتحاد، إلى حد الآن يدافعوا على حظوظهم بكل ما لديهم من إمكانيات من أجل تحقيق النتيجة اللي تخول لهم العبور إلى دور المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي. وطبعا الرجاء البيضاوي المغربي متقدم بنتيجة الذهاب، ولكن يقعد تقدم وقتي، لأنه حظوظ الاتحاد قائمة إن شاء الله، قائمة إن شاء الله من أجل تحقيق الترشح والفرحة في المنستير وفي تونس الليلة إن شاء الله بالترشح إلى الدور القادم لكأس الاتحاد الأفريقي دور المجموعات. طبعا الاتحاد الرياضي المنستيري اللي كما قلنا في بداية النقل، رحلة التصفيات لم تكن سهلة، ولكن نجح الاتحاد في تخطي كل الصعاب، نجح في تخطي عقبة فريق فاسيك كينيما الأثيوبي، ورحلة طويلة إلى أثيوبيا، ثم تجاوز عقبة الزعيم الليبي فريق أهلي طرابلس، انتصر عليه في المنستير بهدفين مقابل صفر، وتعادل معه في القاهرة 0-0. اليوم الرجاء البيضاوي بالتأكيد
في ذو امكانيات الاتحاد، قدرات لاعبيه، رغبتهم وطموحاتهم، سيكون طبعا ثالث الفرق اللي باش تخرج ان شاء الله على يد الاتحاد الرياضي المنستيري من هذه المسابقه. الكره ستعود من فهمي بن رمضان برميه التماس، ينفذ فهمي في اتجاه حسام، ترجع من حسام لكن ما يخوش فهمي، ترجع لصالح الفريق المغربي في بدايه هجوم، ومتفطن متفطن المعتصم، ولكن قبل ذلك ثم ضربه مخالف، ضربه مخالفه لصالح الفريق المغربي، تحديدا لفريق اللاعب سفيان رحيمي. سفيان رحيمي ضربه مخالفه لصالح الرجاء البيضاوي المغربي في توقيت 22 دقيقه لعب الى حد الان في هذا الشوط الاول، ودائما التعادل 0-0 بين الاتحاد والرجاء هنا في اولمبي مصطفى بن جنات بمدينه المنستير. الكره ستعود اذا بضربه مخالفه لصالح الفريق المغربي، التنفيذ سيكون لعبد الاله الحفيظي، والحكم يقترب من كوكبة اللاعبين. تتنفذ ضربة المخالفة، دفاع الاتحاد في مرة أولى ثم في مرة ثانية، ممتاز ممتاز فادي العرفاوي في اتجاه الياس جلاسي، الياس جلاسي ثم المتابعة وثم الكرة لصالح الاتحاد الذي مونستيري، ترجع ترجع الكرة لفريق الاتحاد، ترجع بضربة مخالفة ثم لمسية الياس جلاسي باش ينفذ ضربة المخالفة، يطلب منه المعتصم باش يتقدم يخلي له مسؤولية التنفيذ، لكن ينفذ الياس في اتجاه حارس مرماه، صمام أمان مرمى الاتحاد البشير بن سعيد، واحد من خيرة حراس البطولة، يرفع كرة طويلة في اتجاه علي العمري والمتابعة من تشيبامبا، لكن أسبق منه الدفاع، ترجع للياس، الياس جلاسي، الياس جلاسي، الياس جلاسي في اتجاه روجي، روجي الفهمي بن رمضان، فهمي بن رمضان الياس جلاسي، وثم العرقلة لكن الحكم يأمر بواصلة اللعب، ثم المخالفة على الياس جلاسي، ولكن الحكم رغم قربه من العملية أمر بمواصلة اللعب. كرة لصالح الفريق المغربي في اتجاه عبد الإله حفيظي، حفيظي لكن تتجاوز الكرة، تمشي رمية التماس لصالح الاتحاد، رمية التماس لفريق الاتحاد الذي مونستيري في مناطق، فهمي بن رمضان في التنفيذ يلعب كرة قصيرة مع فادي العرفاوي، يرفع كرة طويلة فادي في اتجاه تشيبامبا، وكورته تمشي رمية التماس ما يخلطش عليها الياس جلاسي، تعود لصالح الفريق المغربي. عمر بوطيب ترجع له الكرة، عمر بوطيب مع عبد الإله حفيظي، عمر بوطيب في اتجاه سفيان رحيمي، حفيظي المالانجو، مالانجو يرجع بها الى الوراء في اتجاه زكريا الوردي، تبادل الكره بين لاعبي الفريق المغربي في مناطق الاتحاد الذي مونستيري، التوزيع والدفاع والكره تمشي ضربه 6 امتار في توقيت 24 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، 0-0 هنا في المونستير بين الاتحاد والرجاء. هذه الإعادة والتوزيع بالنسبة للرجاء البيضاوي المغربي، وكرة كانت خطيرة على دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري، مرت كرة سلامات، هذه كرة ترجع من دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري، كرة لروجي أويلو، روجي إلى حسام أتقى، أتقى عنده الكرة في وسط الميدان مع روجي أويلو، أويلو يلزم السرعة مطلوبة الآن بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري، يلزم التسجيل قبل دخول حجرات الملابس إن شاء الله. هذه كرة لمحمد الصغراوي، صغراوي يسعد بالكرة، يربح الأمتار، التوزيع إلى فهمي بن رمضان على الجهة اليسرى، فهمي بن رمضان بالرأس إلى تشيمبا بابا، تشيم بابا، هذه كرة يضغط ويأخذها الحارس، يضغط ويأخذها الحارس أنس زنيتي، أمامكم على الصورة الحارس المغربي، حارس فريق الرجاء البيضاوي المغربي، ترجع الكرة من أنس زنيتي، أنس زنيتي كرة براس من مالانجو، ترجع لعبد جليل جبيرة، جبيرة على الجهة اليسرى، كرة والاعتراض موجود لكن ترجع للرجاء البيضاوي المغربي، ترجع للرجاء كرة ومقطوعة من الياس الجلاسي، تخرج رمية التماس، تخرج رمية التماس، هذا أمامكم على صورة الياس الجلاسي، إن شاء الله يكون ثابت اليوم، إن شاء الله يعطي الإضافة المنتظرة منه الياس الجلاسي، نعوله عليه صحبة كذلك زملائه على مستوى خط الهجوم، حاجتنا بالهجوم الآن، حاجتنا في مباراة اليوم هو تسجيل الأهداف، مباراة الذهاب واحد بلاش للرجاء البيضاوي المغربي، يلزم التسجيل، يلزم التسجيل في مرمى الرجاء البيضاوي المغربي، هذه كورة ومقطوعة، مقطوعة
كانت كرة بالرأس من تاغو تشيمبابا في اتجاه علي العامري، لكن مقطوع الكرة من سند الورفلي مدافع الرجاء البيضاوي المغربي. كرة وتماس، مباراة هامة تاريخية ستبقى في البال لعشاق الاتحاد الرياضي المنصير. إن شاء الله الختام يكون مسك، إن شاء الله الختام يكون بأحرف من ذهب المرور لدور المجموعات. سامحك الله من جديد سيد الحكم أمامكم مع صورة، حرمنا من ضربة جزاء، حرم الاتحاد من ضربة جزاء كانت واضحة للعالم الكل اللي قاعد يتفرج في هذه المباراة. هذا فهمي بن رمضان، بن رمضان قاعد يخدم على الجهة اليسرى وهذا المطلوب، كذلك زياد المشموم على الجهة اليمنى. إن شاء الله المزيد بالنسبة للزوز مهاجمين علي العامري وكذلك تشيمبابا. هذه كرة ترجع، حذاري على مستوى الدفاع بالنسبة للاتحاد الرياضي المناصري، كرة حذاري من ضغط الرجاء، كرة للساجلاسي، كرة ترجع من حسام أتقا إلى زياد المشموم، لمسة كرة ترجع لروجيه في العمق، الكرة يلا، هذه كرة، هذه كرة خطيرة للاتحاد لكن مقطوعة. يضغط داغو، يضغط داغو، وكرة كما جات من أنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء البيضاوي المغربي. دوزيام بال فهمي بن رمضان، الياس عندك الكرة يا الياس، ما تضيعهاش يا الياس، ما تضيعهاش يا الياس، عندك الكرة يا الياس، عندك الكرة، كان في مكان مناسب للتمهيد ممكن لداغو تشيمبابا الياس أجلس. فعلا فرصة أخرى لصالح الاتحاد الذي منستيري، والتوقيت 28 دقيقة لعب إلى حد الآن، ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين. الاتحاد الذي منستيري قاعد يبذل في مجهود كبير من أجل إدراك الهدف اللي يعيد الأمور إلى نصابها على مستوى الحظوظ، وبالتأكيد الهدف قادم إن شاء الله. حتى ولو طبعا الحكم لم يحتسب ضربة جزاء كانت واضحة للعيان لما عرقل المدافع المغربي فهمي بن رمضان، اليد كانت واضحة ولكن الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف لم يرى شيئا وأمر بمواصلة اللعب. الاتحاد الرياضي المنستيري حاليا عنده الكرة من المعتصم، ترجع لصالح الفريق المغربي، الكرة تتقص من جديد لصالح الاتحاد الذي منستيري من حسام، حسام ثم رجيء أولو في المتابعة، ترجع لفايت الفريق المغربي عن طريق عبد الجليل جبيرة، يتقدم جبيرة، يتقدم جبيرة أمام دفاع الاتحاد الذي منستيري، تتقص من رجيء، رجيء في اتجاه ياس جلاسي إلى فهم وتتقص من وترجع من جديد لصالح الاتحاد الذي منستيري. محمد الصغراوي، يطلع محمد الصغراوي في اتجاه مشموم، قائد الفريق زياد مشموم يتقدم، ممتازة علي العامري، علي العامري وأسبق منه الحارس، أسبق منه الحارس أنس زليتي، عملية هجومية مركزة من جانب الاتحاد الذي منستيري كادت تأتي بالجديد لولا هذا الحارس أنس زليتي اللي كان أسبق من علي العامري. كرة ممتازة من القائد زياد مشموم في اتجاه العمري، تفطن لها الحارس المغربي، ترجع لصالح الاتحاد الذي منستيري من جديد، الكرة عند فهمي بن رمضان، فهمي بن رمضان، فهمي بن رمضان في اتجاه زياد، زياد مشموم، زياد مشموم، فهمي بالحسام تقى، قصيرة في اتجاه روجي، روجي أولو إلى فادي العرفاوي، فادي العرفاوي، فادي العرفاوي يطول في عمق الدفاع المغربي في اتجاه مشموم، ما ياخوهاش مشموم، تمشي ضربة 6 أمتار لصالح الفريق المغربي، ضربة 6 أمتار لصالح الفريق المغربي. والاتحاد طبعا بكل ما أوتي هاي الإعادة للكرة الأخيرة، وزياد مشموم يقوم لباس بعد العملية الأخيرة، لسعد جردة أمامنا على الصورة، بالتأكيد توصيات وتعليمات للاعبيه من أجل الاحتياط من خطورة الهجمات المغربية، وفي نفس الوقت التركيز في مناطق الفريق المغربي من أجل إدراك المراد، من أجل تحقيق الهدف، من أجل الوصول إلى الفرحة الكبرى بتحقيق الترشح على حساب الرجاء في هذا اليوم في مدينة المنستير، 21 فيفري 2021. بالتأكيد يوم تاريخي في المنستير، إن شاء الله طبعا يتوج بالعبور إلى دور المجموعات. هذا فهمي بن رمضان، فهمي بن رمضان يطول، فهمي بن رمضان وسهلة في دين الحارس، لم تكن هناك متابعة لهذه الكرة من فهمي بن رمضان، تمشي الكرة رمي التماس لصالح الفريق الاتحاد الذي منستيري، في الواقع تعمد الحارس وضعها في التماس لتمكين زميله أمامنا على الصورة من الإسعافات اللازمة. دخلنا الربع ساعة الأخير في هذا الشوط الأول وما زال التعادل 0-0 بين الفريقين في مباراة لطفي فيها نسق،
في انتظار طبعا الاهداف من جانب ممثل كره القدم التونسيه. الاتحاد الرياضي المنسيري قاعد يعطي في الانطباع، يعطي في الامل على انه قادر على الوصول الى مناطق الحارس انس الزنيتي في انتظار التتويج وفي انتظار ان تكون النجاعه اللي تعودناها من الاتحاد المنسيري تكون حاضره اليوم ان شاء الله. اكيد توفيق قاعد امام الرجاء البيضاوي المغربي بالمانيير، خلينا نقولوا الاتحاد الرياضي المنسيري الند للند دون فوارق. هذا الاتحاد الرياضي المنسيري اللي عنا فيه ثقة اليوم من أجل المرور لدور المجموعات لكأس الاتحاد الافريقي إن شاء الله قادم. الهدف الضغط كان موجود من أبناء لسعد جردة، هذا مالانجو تعرض لإصابة منذ قليل، تشاهدوا على الصورة إصابة واحد من أبرز المهاجمين بالنسبة للرجاء البيضاوي المغربي. مالانجو يخرج لتلقي الإسعافات خارج الميدان، كورة ورمية تماس للاتحاد الرياضي المنسيري. هذا مالانجو نظن أنه ما يكملش المباراة، نظن بين قوسين ارتحنا منه مالانجو. هذا نشاهدوا اللي تعرض في إصابة للأمانة في المباراة الأخيرة في البطولة المغربية، كذلك كان تعرض محمود بن حليب الغائب عن هذه المباراة، ساحب الهدف الوحيد في مباراة الذهاب. هذا مالانجو إلى جانب القيدوم محسن متولي اللي كذلك غاب على مقابلة الذهاب أيضا. صحيح توفيق، إن شاء الله اليوم كل العوامل للاتحاد الرياضي المنسيري، مطلوبة ثقة في النفس، مطلوبة التركيز، مطلوب الجرينتا القليب الروح والعزيمة باش نفرحوا إن شاء الله اليوم الجماهير الرياضية التونسية، مش كان جماهير الاتحاد الرياضي المنسيري. هذه كورة بالتأكيد هو اليوم يمثل كرة القدم التونسية، أكيد هذاك علاش قلنا ونقول كلنا الاتحاد الرياضي المنسيري، كلنا الاتحاد الرياضي المنسيري. إن شاء الله زين الأولاد. هذه كورة إلى داغو تشيم بابا، يلزم الضغط المطلوب، كورة ترجع لعبد جليل جبيرة، جبيرة كورة مغربية للرجاء البيضاوي المغربي، كورة من حسام ماتقا، مردود ممتاز في وسط الميدان، الثبات باهي. هذه كورة ترجع بالراس، ترجع لحسام ماتقا، يلا يا زياد، زياد المشموم من علي العامري، يلا يا علي، يلا يا علي، يلا يا علي. هذه كورة العرضية ومقطوعة الكورة من الدفاع، مقطوعة الكورة قبل جيم بابا، قبل داغو، كورة مقطوعة من دفاع الرجاء البيضاوي المغربي. ابدا يسخن البوتو، قرب الهدف بالنسبة للاتحاد الرياضي المنسير. إن شاء الله نواصلوا هكا، إن شاء الله نواصلوا هكا الأولاد، نربحوا الرجاء البيضاوي المغربي. يلزم العزيمة والإصرار والروح والجرينتا والقليب باش نمشيو لدور المجموعات. تلعب أمام الرجاء ما يهمناش اسمه، ما يهمناش تاريخه، أنت الاتحاد اليوم، أنت العريس اليوم. هذه كورة لصالح الرجاء البيضاوي المغربي، كورة من الدفاع من سند الورفلي، ورفلي كورة لعمر العرجون، كورة لعمر بالطيب، بالطيب على الجهة اليمنى، بالطيب وزع الكورة في اتجاه وائل السعداوي، تغطية موجودة، برافو معتصم صابو، يقول له قوم الحكم المساعد، برافو السعداوي. وائل أمامكم على الصورة، كذلك واحد من اللاعبين الممتازين في تشكيلة الرجاء البيضاوي المغربي معاه الليبي معتصم صابو. ترجع الكورة، السعود بالكورة من فادي العرفاوي، يلا يا عرفاوي، فادي العرفاوي لمسة مع محمد الصغراوي، صغراوي صغراوي عنده الكره، لمسه لفادي العرفاوي. ان شاء الله زين اليوم الاولاد. هذه كره قربنا من هدف، قربنا من هدف، يلزم الهدف بالنسبه للاتحاد الرياضي المنسيري. هذه كره وزياد، يلا يا زياد، شوف الجرينتا، شوف القليب، شوف المخالفه، والمخالفه لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري. امامكم قائد فريق خبره كبيره، زياد المشموم، لاعبيه بداوا يسمعوا في التاريخ تاع هذا النادي الاتحاد الرياضي المنسيري. ان شاء الله الختام هو المرور لدور المجموعات. ترجع الكرة لمحمد الصغراوي، صغراوي كرة طويلة لزياد المشموم، مقطوعة بالرأس، مقطوعة من عبد الجليل جبيرة بالرأس، والتماس للاتحاد الرياضي المنسيري في توقيت 35 ثقة لاعب في هذا الشوط الأول هنا في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير. ملحمة بأتم معنى الكلمة ستبقى خالدة في التاريخ هذه المباراة بالنسبة للاتحاد الرياضي المنسيري. بالتأكيد لطفي، ملحمة نتمنى أن تتوج بالفوز وبالترشح إلى دور المجموعات بالنسبة لممثل كرة القدم التونسية الاتحاد الرياضي المنسيري، اللي قاعد على امتداد 35 دقيقة اللي تعداو يقدم في مردود غزير، يبذل في مجهود كبير من أجل إدراك المناطق المغربية في انتظار التتويج طبعا بالهدف الذي سيفتح الأبواب إن شاء الله
امام لاعبي الاتحاد الرياضي المنستيري. هذه رمية تماسي صالح الاتحاد. فهمي بن رمضان كالعادة يطول. فهمي بن رمضان داخل مناطق جزاء الفريق المغربي. ترجع الكرة قدام الياس الجلاسي في مرة اولى، والخروج بسرعة من جانب الفريق المغربي. العودة ضرورية بالنسبة للاعبي الاتحاد الرياضي المنستيري. بسرعة يتفطن فادي العرفاوي. ممتاز فادي العرفاوي، يقطع الكرة امام مالانجو ويحطها في التماس. رمية التماس لصالح الفريق المغربي. آخر 10 دقائق في هذا الشوط الأول، دون اعتبار ما قد يضيفه الحكم الجزائري مهدي عبيد شرف من وقت بديل. نرجو أن يعود الاتحاديون إلى حجرات الملابس، وهم طبعا على الأقل متوجون بهدف. إن شاء الله الاتحاد الرياضي المنستيري يدرك الغاية متاعه قبل ما ينتهي الشوط، حتى تزيد الأمور تسهل أكثر على الفريق في بقية أطوار هذه المباراة، المباراة المهمة، المباراة التاريخية، المباراة الكبيرة بين الاتحاد الرياضي المنستيري والرجاء البيضاوي المغربي. ترجع الكرة من معتصم صبو، وثم ضربة مخالفة ومعها بطاقة صفراء لحسام تقا. هكذا قرر الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، ورقة صفراء لحسام تقا. متوسط ميدان الاتحاد الرياضي المنستيري، أحد العناصر الشابة اللي طبعا مثلت الاكتشافات السارة لجماهير الاتحاد الرياضي المنستيري والجماهير كرة القدم التونسية عامة، بمردود غزير وبعطاء متواصل وبانتظام، خاصة لاعب طبعا بالتأكيد يستحق كل تشجيع. ترجع الكرة إذن بضربة مخالفة لصالح الفريق المغربي. في التنفيذ ثم مروان حظودي، كرة طويلة لصالح الفريق المغربي، متفتن المعتصم يقطع هذه الكرة، لكن ترجع من جديد لصالح الرجاء رغم الضغط من داغوتشي بامبا. مازالت الكرة لصالح الفريق المغربي. عمر عرجون في مناطق الاتحاد. ممتاز المعتصم يرفع كرة طويلة في اتجاه تشيبامبا يدافع على كورته. ترجع للحارس أنس زديتي من زميله مروان حظودي. كرة توصل لعلي العمري إلى زياد مشموم يتوغل زياد مشموم. توزيع علي العمري والياس والهدف. جول 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 جول. الاتحاد الرياضي المنستيري يفتتح النتيجة عن طريق الياس الجلاسي. ممتازة العملية فعلا. هذا هو تتويج السيطرة وتتويج الضغط اللي فرضه الاتحاد الرياضي المنستيري منذ بداية المباراة. الياس الجلاسي، هاي الإعادة يتعدى زياد، يوزع، يخلي الكرة علي العمري، والياس الجلاسي يضعها في زاوية مستحيلة لمرمى الحارس أنس زنيتي. جول لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، وبداية جديدة لهذه المباراة، وأمل يكبر يا لطفي. قلت لك إن شاء الله يرجع الحجرات الملابس، هو والاتحاد عنده أسبقية إن شاء الله. هذا هو الهدف اللي استنيناه، وهذا اللي قلت عليه أنه إن شاء الله يكون موجود. الياس الجلاسي كل أمامكم على الصورة. الياس الجلاسي نورنا، فرحنا اليوم في مرمى أنس زنيتي، وسجل أولى هدف المباراة. إن شاء الله ثاني ثابت، إن شاء الله ثالث أيضا ثابت. الكبير هو الاتحاد اليوم، الكبير هو الاتحاد الرياضي المنستيري هذا اليوم أمام العملاق الرجاء البيضاوي المغربي. إن شاء الله يكونوا ثابتين أولادنا. هدف مقابل صفر، هي نتيجة معادلة لمباراة الذهاب. إن شاء الله إضافة مزيد من الأهداف بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري، وقادر الاتحاد. يلزم الانتباه على مستوى الدفاع. هذه كورة لصالح الرجاء، توزيع إلى مالانجو، كورة لمالانجو بالرأس. هذه كورة مقطوعة من معتصم صبو. برافو كورة لسند الورفلي. ورفلي تمشي الكورة لعبد الإله الحفيظي، كورة مغربية. وماذا يقول الحكم؟ المخالفة للرجاء. هدف مقابل صفر. جميلة كانت الكورة، جميلة تسديدة من الياس الجلاسي منذ قليل في مرمى أنس زنيتي. الاتحاد يكتب في اسمه من ذهب اليوم، يكتب في اسمه من ذهب في التاريخ. هذا الياس الجلاسي تحدثنا عليه، واحد من آليات القوة بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. هدف مقابل صفر للاتحاد. ان شاء الله زين الاولاد. هذه كوره يلزم
الانتباه على مستوى الدفاع بالنسبه للاتحاد الرياضي المنصري. عبد الاله الحفيظ في تنفيذ المخالفه مع سعود لمروان حاثود كان موجود امامكم عاصور عبد الاله الحفيظي. ان شاء الله تمر سلامات الكره هذه كور للرجاء هذه كور مقطوعه مرت سلامات من وائل السعداوي. هذا وائل السعداوي يلزم الانتباه الاولاد. هذه كوره والاعاده من جديد كوره كانت خطيره داخل منطقه الجزاء لوائل السعداوي. يلزم نعاودوهاش الاولاد يلزم الانتباه على مستوى الدفاع الاولاد. مرت سلامات كرة السعداوي كان موجود أمامكم على الصورة. تبقى النتيجة على حالها سبقية 1-0 للاتحاد الرياضي المنصري في مباراة بطولية للأمانة. حسب شاهدنا الشوط الأول عزيمة إصرار قوة بدنية كذلك جرينتا كبيرة على أرضية الميدان لأولادنا. إن شاء الله الثاني ثابت قبل دخول لحجرات الملابس. إيه مثالش إذا جاء الثاني مرحبا به. يلزم الانتباه أيضا على مستوى الدفاع. كرة ترجع لفهمي برمضان الى تشيمبابا داكو لمسة كورة لفهمي برمضان. خرجت الكورة. رفع الراية المساعد الاول في هذه المباراة قاريا الرجاء البيضاوي المغربي. هذه المباراة 176 قاريا. قل لي عماد الكيلاني هذه رقم 176 قاريا. الرجاء البيضاوي المغربي فاز في 80 مباراة، تعادل في 48 وانهزم في 47. إن شاء الله 48 باعتبار هزيمة اليوم يا رب. هذه كرة ترجع للاتحاد. يلا يلا اتحاد. زياد المشموم لمسة كرة لعلي العامري. علي العامري يخسر الكرة. عبد الإله الحفيظي صحيت برافو حسام. حسام تقاي صلح ترجع لعلي العامري. يلا يا علي علي يوزع الكرة إلى داغو. مقطوعة الكرة من أنس أزنيتي. كاد يفعلها بالراس داغو. تشيمبابا كاد يفعلها توفيق ويسجل الثاني. 43 دقيقة لعب الاتحاد الرياضي المنصري متقدم على الرجاء البيضاوي بهدف مقابل صفر. هدف الياس جلاسي مطلع الدقيقة 39. طبعا كل المعطيات لطفي تتغير هنا في المنستير. نرجع نفسخ ونعود من جديد. ننسى مقابلة الذهاب ونبني على الأسبقية اللي اخذها الاتحاد الرياضي المنستيري من أجل تحقيق أهداف أخرى من أجل تجاوز عقبة الرجاء. ممتاز يا معتصم. ممتاز معتصم صبو. روح معنوية عالية جدا للاعبي الاتحاد. تحفيز كبير ورغبة أكبر في إدراك الترشح أمام العملاق المغربي. الاتحاد أقوى من الرجاء إلى حد الآن. الاتحاد أفضل من الرجاء. الاتحاد متقدم على الرجاء بهدف فيه خدمة كبيرة من القائد زياد مشموم. تمهيد من علي العمري وتسديدة من صانع الألعاب الياس جلاسي في زاوية مستحيلة للحارس أنس زنيتي. أعطت الأسبقية للاتحاد فاتحة خير إن شاء الله في انتظار المزيد في هذه المباراة اللي أدركنا إلى حد الآن. 44 دقيقة لعب في شوطها الأول والاتحاد الذي منستيري متقدم على الرجاء بهدف مقابل صفر. كرة أخرى لصالح الاتحاد من شيبامبا في اتجاه علي العمري. علي العمري يتقدم يربح المخالف. الحكم كان قريب من العملية دون تردد يعطي ضربة مخالفة لصالح الاتحاد في موقع ممتاز بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. إن شاء الله يستثمرها جيدا. إن شاء الله طبعا ضربة المخالفة قبل طبعا بضع دقائق على نهاية الفترة الأولى تأتي بالجديد تأتي بالسعيد تأتي بالمفيد للاتحاد الرياضي المنستيري اللي خذ الأسبقية. ارفع الحرج وارفع الضغط ودخل المباراة من بابها الكبير بمردود غزير وبهدف كان طبعا ترجمة للمجهود الكبير اللي بذله الاتحاد الرياضي المنستيري وما زال يبذل فيه في هذه المباراة من أجل تشريف كرة القدم التونسية من أجل إدراك دور المجموعات وغدوة القرعة. وإن شاء الله ثلاثة فرق تونسية يكونوا موجودين في هذا الدور بعد ما حل البارح النادي الرياضي الصفاقسي الباب في كيغالي. الكرة لياس جلاسي في التنفيذ. الياس جلاسي هل يفعلها ثانية؟ الياس جلاسي هل يضعها مباشرة في المرمى أم سيمهد؟ الياس جلاسي ينتظر إشارة الحكم. يرفع كرة الياس جلاسي والدفاع المغربي يتدخل وضربة ركنية. ضربة ركنية في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي في هذا الشوط الأول في انتظار ما سيعلنه الحكم الرابع من وقت بديل. يتجه جلاسي إلى زاوية الركنية. ضربة ركنية والكرة الثابتة عندها
طبعا قصة جميلة مع الاتحاد الريدي المنستيري، ياما أهداف سجلهم الاتحاد من كرة ثابتة، خاصة وقت اللي تخرج من قدم الياس الجلاصي. أمامنا الدقيقة فقط كوقت بديل، الحارس يتدخل أمام تشيبامبا، دفاع الفريق المغربي يرتبك، يحاول ينتقل بسرعة لكن متفطن الاتحاد الريدي المنستيري. روجي أولو المتابعة من تشيبامبا، ما زالت الكرة لصالح الاتحاد. حسام الياس الجلاصي في اتجاه العمري، لكن الدفاع المغربي في مرة أولى، ثم المتابعة من حسام تقى في اتجاه الياس الجلاسي، وثم المخالف في وقت بديل قدره الحكم بدقيقة لطفي، ثواني الأخيرة في هذا الشوط، والاتحاد متقدم بهدف مقابل صفر. سيناريو ممتاز في انتظار التدعيم. الشوط الأول ممتاز، توفيق بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري السبقية، هدف مقابل صفر، هدف الياس الجلاسي في دقيقة 39، هذه كرة إن شاء الله تأتي بالهدف الثاني الياس الجلاسي في تنفيذ المخالفة بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. برافو الأولاد، شوط أول ممتاز، إن شاء الله نواصلوا هكا المباراة، إن شاء الله نتأهلوا لدور المجموعات. فرحتونا بهذا الشوط وبهدف الياس، هذه كرة الياس الجلاسي، بعيد الكرة في اللحظة هذه. الجزائري مهدي عبيد شارف حرمنا من ضربة جزاء، عوضها الياس الجلاسي، كان ممكن نخرجوا 2-0 اليوم فعلا في هذا الشوط الأول، سامحك الله سيد الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، وهذا سحب الهدف المايسترو الياس الجلاسي، كان سجل هدف رائع في مرمى الرجاء البيضاوي المغربي. إن شاء الله في الشوط الثاني مزيد من الأهداف، توفيق أكيد بالنسبة للاتحاد الرياضي. أكيد لسعد جردة عنده من الخيارات على مقعد البدلاء ما يسمح بإضافات مهمة على درب تحقيق الترشح إن شاء الله. نذكر شوط أول في المنستير ينتهي بتقدم الاتحاد على الرجاء بهدف مقابل صفر. الياس الجلاسي مطلع الدقيقة 39، نلتقي إن شاء الله مع بداية الفترة الثانية.